اوكي، نرحب بكل الحضور اللي معانا مشتركين او ناس اتيحت لهم الفرصه اليوم، واقوى فرصه اليوم عندهم ان شاء الله حيسمعوا معانا برزنتيشن قوي جدا، فرصه لتغيير حياتهم الى الاحسن ان شاء الله. هنبدا العرض، يا ريت ما فيش اسئله خالص على الشات، علشان 99% من اسئلتكم هتلاقوا الرد في هنا في البرزنتيشن، ولو في اسئله نرجع للشخص اللي دعانا هنلاقي كل الاجوبه. مش هنطول عليكم، 45 دقيقه حتكون البرزنتيشن. هل فكرتم يوما بالقيام بعمل اضافي لزياده دخلك ومواجهه غلاء المعيشه؟ هل اردت القيام بمشروعك الخاص ولكن لم يتوفر لديك راس المال الكافي؟ هل لديك خطة بديلة لمساندتك في حال توقف مدخولك الحالي؟ هل حلمتم بالسفر لقضاء عطلة الصيف مع عائلتكم وكان توفر المال هو العائق الرئيسي؟ لذلك هنا ستجد الفرصة الحقيقية. نعم، ستجدون الفرصة الحقيقية لتحقيق أهدافكم من خلال الحصول على مدخول إضافي وبناء التجارة الحقيقية خاصة بك مع شركة عالمية لضمان مستقبل أفضل لك ولعائلتك. التسويق الشبكي، نتورك ماركتينج، كلنا بنسمع بقوة كبيرة عن الموضوع ده. انتشر من أمريكا منذ سنة 1945، ودلوقتي ما شاء الله انتشار كبير في كل العالم، ورؤية جديدة دلوقتي للتسويق الشبكي. كلنا بنعرف أنه نتورك ماركتينج دلوقتي يدرس في أمريكا وكمان دول كثيرة في العالم دلوقتي قاعدة بتشجع على التسويق الشبكي. أخيرا كمان شايفين في أوروبا وحصريا في دولة فرنسا بعد كل الأزمة الاقتصادية اللي حصلت معاهم دلوقتي قاعدين بيشجعوا بقوة عن التسويق الشبكي الذي هو أفضل وأسرع وسيلة إلى الحرية المالية. نعم، إلى الحرية المالية الحقيقية في ظل تطور التجارة الإلكترونية. World Global Network هي شركتنا وشركتكم. شركتنا هي مجمع لعدة شركات. عندنا شركة World GMN، تحتها موجود World Communicate وWorld AdCash وWorld Technology. كمان عندنا الوورلد انرجي وهي جديده للعالم، قوه جديده للعالم، استثمار خيالي، فرصه كبيره جدا حتسمعوها اليوم معانا، تابعوا الى الاخر ان شاء الله. نفتخر بتقديم اول شركه اتصالات عالميه تعمل في مجال التسويق الشبكي، والتي تسعى الى تقديم افضل المنتجات والخدمات في مجال تكنولوجيا الاتصالات، بالإضافة إلى خلق فرص لملايين من الناس للاستفادة من تجارة الشركة. وورلد العالم، شركة العالم، تأسست في أبريل سنة 2011. صاحبها هو الدكتور السيد فابيو جالدي، مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، لديها 6 أفرع حول العالم. رؤيتها بأن تكون الشركة رقم واحد خلال 5 سنوات القادمة. شركتنا دلوقتي ما شاء الله في خلال سنتين في المرتبة الخامسة على مستوى العالم، قاعدين بننافس شركات عمرها أكثر من 50 سنة في التسويق الشبكي، وإن شاء الله يا رب الأيام الجاية حنكون في المرتبة الأولى بلا منازع إن شاء الله. عندنا عدة مقرات للشركة في عدة أماكن في العالم، عندنا في سنغافورة، عندنا في إيطاليا، عندنا في الصين وهو المقر الخاص بالمصنع بتاعنا فيه، عندنا في USA مقر رئيسي لشركتنا في نيويورك، كمان عندنا مقر في روسيا لسه كنا موجودين فيه الشهر اللي فات، كنا زرنا مكتبنا في روسيا، كمان عندنا مكتب جديد لسه افتتحناه في بريطانيا وحيكون معاه حدث كبير جدا، مكتب بريطانيا. جهات قانونية عالمية للتجارة الإلكترونية، في بداية سنة 2012 التحقت شركة World GMN في جمعية التجارة العالمية السنغافورية Singapore Business Federation. من بين آلاف شركات التسويق الشبكي في العالم، شركة World GMN أصبحت عضو رسمي من أصل 200 شركة في العالم فقط الذين تتمتع بعضوية هيئة البيع المباشر DSA Direct Selling Association. www.alexa.com موقع أمريكي عالم، تقدروا تدخلوا عليه كلكم وتشوفوا عدد الزوار وقوة انتشار شركتنا في كل العالم دلوقتي. الخبر الكبير اللي قلنا لسه افتتحنا معاه مكتب بريطانيا، حدث حيهز كل العالم لأول مرة
بيحصل الحدث ده، شركتنا شركة شبكي تدخل، دخلنا في في الاكتتاب في أقوى بورصة في العالم، في بورصة لندن جي اكس جي، وإن شاء الله يا رب الأيام دي قليلة جدا حننطلق في التداول في بورصة لندن، وحيكون حدث كبير جدا جدا ليكم كلكم. كمان في ناس كتيرة كانت معاها الفرصة دي واستغلت فرصة الجولدن شير الأسهم، وكانوا مساهمين معانا، أصبحوا مساهمين معانا في الشركة، وعندهم أسهم وقاعدين دلوقتي نايمين في بيوتهم، وأسبوعيا بتنزل لهم 3% من أرباح الشركة كل أسبوع، والحدث حيكون أكبر وأكبر ليهم كلهم، وحيكون كمان لكل الأعضاء الجداد إن شاء الله، هو دخلنا في التداول في بورصة لندن. النمو، الازدهار، المستقبل، نعم مع الورلد انرجي كمان دي اقوى فرصه دلوقتي. علشان نتكلمنا دلوقتي عن فرصه البورصه، في ناس كثيره حتقول يعني احنا ايه ذنبنا اننا فاتتنا فرصه البورصه، حنقول لهم مع وورلد جي ام ان دايما الفرص موجوده، ودلوقتي عندنا اقوى فرصه في العالم، عندنا اقوى واعظم استثمار دلوقتي في العالم، استثمار في الطاقه المتجدده، بعد ما كان الاستثمار ده حصريا على دولنا، دلوقتي اصبحنا احنا مستثمرين في العالم في الطاقه المتجدده. تابعوا معايا وافهموا جدا الموضوع ده، علشان دي اقوى فرصه متاحه دلوقتي في العالم. World Global Network، شركتنا ما شاء الله شركة تكنولوجيا عالية جدا، آخر تكنولوجيا في العالم. لما نتكلم عن شركة وورلد جي ام ان حنقول ان الشركة دي خلاص انتشرت في امريكا وفي العالم الغربي، وبعدين جت على العالم العربي بالتكنولوجيا دي، يعني مستحيل حتكون يعني جت عندنا من الاول، بس نقول لا لأول مرة بيحصل الحدث ده، انه شركة زي شركة ما شاء الله بقوتها بتكنولوجيا انطلقت من الأول من العالم العربي، وده أول مرة بيحصل لكم في العالم العربي، هنيئا لكم بورلد جي أم أن. شركتنا شغالة في آخر تكنولوجيا في العالم، شغالين بالأندرويد، كلنا بنعرف دلوقتي موضوع الأندرويد موضوع كبير جدا في العالم، تكنولوجيا عالية جدا في الأندرويد، 75% تقريبا من العالم بيستعملوا الأندرويد، ومع شركتنا هنعرف إزاي موضوع الأندرويد قوي جدا. كمان زي ما عارفين سمارت فون، وكلكم طبعا قاعدين بتستعملوا في سمارت فون، كل العالم دلوقتي اتجاه جديد نحو سمارت فون، يعني بعد ما كنا بنقول انه الموبايل حاجة ضرورية في الحياة، اصبحنا دلوقتي بنقول انه سمارت فون حاجة ضرورية جدا في حياتنا. سوف تتضاعف مبيعات الهواتف الذكية مقارنة باجهزة الكمبيوتر في هذا العام، وستمثل 320 مليار في سنة 2016. شركة وورلد جي ام ان هي الشركة الأولى في عالم التسويق الشبكي التي تعمل في المجالات التالية، في الوورلد اتصالات، عالم الاتصالات كلنا بنعرف انه تجارة الاتصالات تعد دلوقتي أول تجارة في العالم، وإحنا أول شركة في العالم في الاتصالات عبر التسويق الشبكي عن طريق الفو اي بي، عن طريق الجي اس ام والفيديو كوميونيكيشن. كمان في الوورلد تكنولوجي، كلنا بنعرف انه العالم دلوقتي في التكنولوجيا متطور جدا، شركتنا احنا دلوقتي تعد من الشركات الأولى في عالم التكنولوجيا، عندنا عدة منتجات بنتعنا حنكتشفها إن شاء الله خلال البرزنتيشن. الوورلد أد كاش، وما أدرك ما الأد كاش، وهو عالم الإعلانات، وكمان انطلاقة جديدة، رؤية جديدة في الإعلانات في العالم مع شركتنا في الوورلد. هنا في التكنولوجيا قلنا ان شركتنا شركة متطورة جدا، لما نتكلم عن تكنولوجيا وورلد حتكون حصريا موجودة التكنولوجيا دي فقط لأعضائها في كل العالم، يعني التكنولوجيا دي مش موجودة فقط لأعضاء وورلد جي ام ان، وتكنولوجيا عالية جدا متطورة جدا، آخر تكنولوجيا موجودة في أمريكا وفي العالم المتقدم. منتجاتنا هنا عندنا قاعة إلكترونية للتواصل، عندنا فيديوهات خاصة عن طريق البريد الإلكتروني، وقناة تلفزيونية عن طريق الأونلاين، الفيديو بوستكارد، وهو كمان تكنولوجيا جديدة، عالم جديد حيساعدك هذا التطبيق على التواصل من خلال الفيديو والنشر عن طريق مواقع التواصل الإلكتروني مثل الفيسبوك والتويتر، وكلما زادت أعداد المشاهدة زادت أرباحكم. شدوا حيلكم، هنا مع وورلد حنتكلم عن أرباح كثيرة، وكل التكنولوجيا عندنا كلها بتدي للأرباح، وانتم عارفين دلوقتي إنه التكنولوجيا العالية يعني بتعمل لكم أرباح كثيرة جدا في وقت وجيز جدا. عندنا كمان هنا الانترنت اكتيفي، وهو عالم جديد لكل مشترك معانا، ان شاء الله حيكون عنده تلفزيون اونلاين، لما بيسمع ناس كتير حتسمع تلفزيون اونلاين حتقول ازاي يعني
الواحد فينا لو بيعمل له التلفزيون يعني بنعرف انه الدول او اكبر مستثمرين بالالاف وملايين الدولارات علشان يقدروا يفتحوا قنوات تلفزيونيه دلوقتي مع شركتنا شركه العجب هنا اللي حيساعدك على تطبيق بالمشاركه العامه مع الناس من خلال فيديو تعريفي بك ويساعدك على الترويج والانتجار وهو بمثابه قناه تلفزيونيه لك اونلاين. حتكون عندكم قناه تلفزيونيه خاصه بكم تنشروا فيها كل الفيديوهات بتاعكم وكل الاعلانات لشركتكم وكل العالم حيدخل على التلفزيون بتاعكم ان شاء الله وحيربحكم فلوس كثيره وكلكم كنتم متابعين ايفنت موسكو في شهر مارس مباشره من التلفزيون اونلاين من المواقع بتاعكم. هنا عندنا في الاتصالات زي ما قلنا في الاتصالات موضوع كبير جدا موضوع الاتصالات شركتنا يعني عندنا الشريحة الخاصة بنا عندنا الاتصال عبر الانترنت عن طريق السوفت سيم وعندنا القاعة الإلكترونية. هنا عندنا الشريحة بتاعنا زيرو رومينج تقدر تسافر من بلد لبلد بنفس النمرة وزيرو رومينج فقط مع وورلد جي ام ان. في تكنولوجيا الاتصالات زي ما قلنا تكنولوجيا متطورة جدا زي ما قال السيد فابيو غالدي في إيفنت موسكو قال دلوقتي عالم جديد دخلنا في منافسة لأكبر الشركات في العالم دلوقتي أصبحتم منافسين لأكبر الشركات في العالم بعد ما كنتوا قبل بتروجوا للشركات دي وبتشتروا منتجاتها دلوقتي حتصبحوا أنتم أصحاب شركات كل واحد فيكم حيكون عنده شركته وولد تكنولوجي هنا وحتكون عنده منتجات تكنولوجيا ذات تكنولوجيا عالية جدا كل العالم راح يستعملها وحتكون حصلتكم انتم بس وان شاء الله حتكون مبيعات خياليه في كل العالم. عندنا الماجيك فون وهو اسم على مسمى الهاتف الصحي راح ننطلق فيه الايام دي كمان موبايل غريب الموبايل ده حتعرفوا ليش انا بقول لكم الموبايل ده غريب. موبايل ده صغير جدا بس اول ما بتستلمه على طول حتتكلم بيه من غير ما تحطي فيه لا شريحه ولا حاجه علشان شريحه موجوده في داخله لو كمان عايز تحطي فيه شريحه بلدك تقدر تحطي شريحه بلدك. والموبايل ده دايما زي ما بقول لكم حتكون طلبات كبيره جدا بالاخص لرجال الاعمال حتشوفوا مبيعات كبيره جدا في الماجيك فون وسعره كمان حيكون فقط 99 دولار وحيربحكم فلوس كثيره حنعرف بعدين ان شاء الله. السمارت فون الحدث اللي حيكون عندكم كمان الايام الجايه لاول مره سمارت فون بقوه الوورد ديامونتو تكنولوجيا عاليه جدا جدا رائع ديزاين خيالي موجود في الموبايل ده. الكاميرا بتاعه قويه جدا من الامام ومن الخلف 8 ميجا بي اكس ال و2 ميجا بي اكس ال. الاندرويد فيه اخر تكنولوجيا في عالم الاندرويد 4.2 الشاشه بتاعه كبيره 4.6 7 شغال سيم 3G مع الجي اس ام بتاعه قوية جدا. الموبايل ده حيكون حدث كبير جدا زائد انه الموبايل ده سمارت فون لأول مرة حيكون عندكم سمارت فون باللغة العربية. انتظروا الحدث ده وحيكون سعره فقط 360 دولار وكمان حيربحنا فلوس كتيرة جدا. كمان عندنا الحدث اللي لسه نازل عندنا من اسبوع وهو تابلت الديامون باد تابلت خيالي رهيب جدا ديزاين قوي جدا باللون الابيض والاسود شغال كمان باخر تكنولوجيا في عالم الاندرويد 4.2 16 جيجا بي 3G مع الواي فاي مع التليفون الشاشة بتاعه كبيرة 9.7 كمان شايفين الاسبوع ده يعني مبيعات كبيره جدا قاعده بتحصل في التابلت بتاعنا سعره 425 دولار بس الاسبوع ده حيكون حصريا فقط لاعضائنا في كل العالم فقط ب 370 دولار زائد معاه هديه كفر بقيمه 45 دولار هديه معاها يعني كل في الكل حيكون سعره فقط 370 دولار يصلك لحد باب بيتك عن طريق جهاز الديامون باد وحتشوف ان شاء الله الايام الجايه حننطلق به في السوق العالميه وحيكون حدث كبير جدا ان شاء الله. الورلد اد كاش اللي بيجيب الكاش لكم الاد كاش دلوقتي يعني جننا كلنا يعني الاد كاش ده وقعد بيربحنا في فلوس كتيره جدا. الاد كاش ده عالم كبير جدا قصه كبيره جدا في الاد كاش الذي هو عباره عن تطبيق برنامج للهواتف الذكيه على نظام الاندرويد ذات طريقه مبتكره وحصريه للدعايه والاعلان. شايفين انه دلوقتي العالم كل العالم زي ما قلنا اتجه دلوقتي الى اتجاه الاندرويد. شركتنا شغاله مع اخر تكنولوجيا في عالم الاندرويد سمارت فون بتاعنا الاد كاش يعني هنا لما تستقبل اي مكالمه حتستقبلها او اس ام اس او ام ام اس حتجيلك اعلانات لاقوى الشركات في العالم وحتشوف الايام الجايه
هي شركات رهيبة جدا، وإن شاء الله يا رب كمان شركات من دولكم كمان حتنشروا إعلاناتها وحتشوفوا إعلاناتها في كل مكان على السمارت فون، وأي مكان ما تجي لك قلنا بيجي لك إعلان، أول ما تشوف الإعلان ده على طول حينزل لك أرباح، أرباح عندك من 1 سنت 2 سنت ل5 سنت على الموبايل بتاعك، زائد إن الموبايل إنه الأد كاش كمان تنشر كتير ليدرات في العالم، حيساعد في انتشار عده ليدر انترناشونال ليدر، حيخليكم ان شاء الله انترناشونال ليدر وكل العالم بيعرفكم ان شاء الله يا رب، ودي كمان حافز لينا للعالم العربي علشان نشتغل اكتر ونوري العالم قوتنا ان شاء الله، واننا بنكون انترناشونال ليدر وكل العالم حيشوف صورنا في كل العالم. كمان الادكاش زي ما قلنا انه بيجيب ارباح كتيره، وكمان زي ما عارفين انه دلوقتي الادكاش دخلنا بخطه جديده في النتورك ماركتنج، زي ما قلنا انه شركتنا شغاله بالباي بلان بتاعها قوي جدا، تكنولوجيا عاليه زائد استراتيجيه عاليه جدا زائد طريقه جديده لاول مره في العالم في التسويق الشبكي، رؤيه جديده للتسويق الشبكي دلوقتي في العالم عندنا هنا مع الادكاش، الارباح الثابته لاول مره بيحصل الموضوع ده في النتورك ماركتنج، ارباح ثابته، وهنا زي ما شايفين هنتكلم عليها بعدين ان شاء الله. بالنسبه للافلييت 5 سنت والبرو 20 سنت والماستر 1 دولار ارباح ثابته اسبوعيا، بس حتكون حصريا فقط لشركاء وورلد جي ام ان. الاستثمار في الطاقه المتجدده مشروع المستقبل، نعم مشروع المستقبل فرصه كبيره جدا، الفرصه دي لاول مره حتسمعوها في خيالكم، يعني حاجة كبيرة جدا، موضوع كبير جدا، يعني نقدر نقول انه موضوع خطير جدا الطاقة المتجددة. زي ما عارفين دلوقتي كل العالم متجه الى الطاقة المتجددة، شايفين عدة دول دلوقتي في العالم العربي قاعدة سباقة للطاقة المتجددة، كان اخيرا مع دولة الامارات فتحت لسه فتحة محطة في الطاقة المتجددة، بس كنا بنعرف كلنا انه مشروع الطاقة المتجددة كان فقط حصريا على الدول للاستثمار ده، بس دلوقتي الاستثمار ده حيصبح ليكم كلكم، متاح الفرصة ليكم كلكم في كل العالم في الطاقة المتجددة، وطبعا ده هو اللي حيكون مشروع المستقبل والرؤية الجديدة للعالم. وهنا دايما زي انا ما بقول لكم اغنياء المستقبل حيكونوا من هنا، اغنياء المستقبل، الحرية المالية اللي سمعنا عليها كتير حتكون من هنا. كمان بالنسبة للطاقة المتجددة في التسويق الشبكي، زي ما عارفين انه شركتنا احنا اول شركة في العالم انطلقنا في الطاقة المتجددة عن طريق التسويق الشبكي، زائد انه زي ما عارفين كلكم انه التسويق الشبكي كلنا اشتغلنا تسويق شبكي، واللي ما اشتغلش يعني سمع كتير عن التسويق الشبكي، وكلكم بتعرفوا انه في التسويق الشبكي لو ما جبتش ناس ما بتربحش فلوس، بس بل دلوقتي في الرؤيه الجديده للتسويق الشبكي هنا حتى لو ما جبتش ولا شخص معاك حتربح فلوس كتير. هنا زي ما انا دايما بقول لكم عالم الفاينانشال الماليه لافينانس هنا مع الطاقه المتجدده فرصه لكل العالم دلوقتي حتسمعوها. كلنا بينا سمعنا عن بروتوكول كيوتو اللي حصل سنة 1998 في اليابان، اتفاقية كيوتو تنص على إلزام 184 دولة، نعم 184 دولة دلوقتي ملزم عليها استعمال الطاقة المتجددة، يعني كل دولكم، كل دولكم دلوقتي نقدر نقول تونس والجزائر والمغرب والكويت والسعودية، كل الدول العربية تقريبا ملزم عليها استعمال الاستثمار ده، استخدام الطاقة المتجددة لتقليل نسبة انبعاث الغازات الضارة التي تصدرها المصانع من غازات ضارة. تتعهد الدول المتقدمة بتمويل وتسهيل أنشطة نقل التكنولوجيا منها إلى الدول النامية والأقل نموا، خاصة تلك التقنيات صديقة البيئة في مجال الطاقة والنقل والمواصلات وغيرها. كلنا بنعرف دلوقتي يعني تزايد كبير قاعد بيحصل في عدد سكان العالم، نقدر نقول انه في العشر سنوات الاخيره دي يعني حتى تقريبا لسنه 2020 حيكون عدد سكان العالم تقريبا 8.3 مليار نسمه، 85% منهم حيستعملوا الطاقه المتجدده، 36 تقريبا في كل العالم، و93 حيكونوا حصريا في الدول العظمى زي الهند وزي الصين. وكلكم عارفين انه سعر ثمن الطاقه في العشر سنوات الأخيرة في السنة بيزيد من 3 إلى 5%، موضوع خطير جدا جدا اللي بيجبر الاستثمار ده كل دولكم تستعملوا، زائد انه 85% من العالم راح يستعملوا الاستثمار ده اللي احنا قلنا انه مشروع المستقبل. هنعرف دلوقتي ايه المشروع ده،
اللي هو أكبر استثمار في العالم التي بناها آلاف ناس مثلك، وهو استثمار الطاقة المتجددة. هي أول شركة في العالم، نعم، World Energy هي أول شركة في العالم التي تقوم وبناء بمشروع وبناء محطات. إحنا بنبني محطات لإنتاج الطاقة المتجددة في الباور كلاود، وقد فتحت المجال أمام شركائها. اليوم أصبحتم شركاء لينا في الطاقة المتجددة ليشاركوها الأرباح وطرح أول محطة للاستثمار فيها، وتحتوي 5000 حصة تسمى الحصة باور شير. كلنا بنعرف انه دلوقتي شركات المحطة الاولى في دولة رومانيا، المحطة الاولى فيها 5000 خلية كلاود. دلوقتي زي ما عارفين هنا على الشات قاعدين بتكتبوا تباعوا من الخلية دول 3577، فاضل بس 1433 خلية. شدوا حيلكم الاسبوع ده، ممكن الأسبوع ده حيكون آخر في المحطة الأولى. إحنا بلغناكم الأسبوع ده ممكن كتير حيكون الأسبوع الأخير في المحطة الأولى، اللي راح تكون أقوى محطة في العالم. المحطة دي كل واحد فيها فيكم يقدر دلوقتي يكون مستثمر معانا ويشتري خلية بتاعنا في دولة رومانيا في الطاقة الشمسية. بنولد الكهرباء، حنبيع الكهرباء في دولة رومانيا، نعم، من تونس، من مصر، من السودان، من اليمن، من الجزائر، من المغرب، من الكويت، من السعودية، من لبنان، من العراق، حتبيعوا الكهرباء لدولة رومانيا، وبعدها حتبيعوا الكهرباء في كل العالم، بلد بلد، حتى بلدكم. بعد ما كنتم بتدفعوا فواتير الكهرباء شهريا، راح دلوقتي تستلموا فلوس شهريا من الطاقة المتجددة عن طريق الكهرباء. عند الشراء من أسهم الطاقة المتجددة تحصل على شهادة إثبات بمساهمتك في خلايا الطاقة المتجددة. أقوى الشركات في العالم منفذة لمشروع بتاعنا. كلكم تقدروا تدخلوا على جوجل وتعملوا سيرش على كل الشركات دي. الشركات دي يعني شركات قوية جدا في العالم، دول، علشان تقدر تنفذ المشروع، تنفذ مع الشركات دي المشروع بتاعها. ودلوقتي شركتنا ما شاء الله نفذت مشروعها مع أقوى الشركات في العالم. لقد أمنت الشركة على هذه الخلايا لمدة 20 عاما لدى أقوى شركة تأمين في العالم، شركة أليانز الألمانية. مشروع كبير جدا، مشروع بيجبر ويلزم دولكم على الاستثمار فيه. 85 عالم راح يستعملوا استثماركم. منفذين للمشروع ده أقوى شركات في العالم، شركة أمنت المشروع ده عند أقوى شركة تأمين في العالم لمدة 20 ده. يا بختكم يا حظكم اللي مش راح يستثمر فلوسه هنا، رح يستثمر بعدين، بس الفرصة دلوقتي في المحطة الأولى. هتعرفوا بعدين ليش بنقول إحنا في المحطة الأولى. لما ننطلق في المحطة الأولى هتعرفوا الحدث. ناس كتيرة رح تندم، هتقول يا ريتنا كنا من صناع الحدث وسبقنا في المحطة الأولى. الأرباح للمشترك حتكون خلال السنة من بين 15 إلى 20% من رأس المال المدفوع، مقسمة كأرباح أسبوعية من 15 إلى 20%. ما فيش ولا مشروع ولا استثمار في العالم رح يجيب لك أرباح زي استثمار الطاقة المتجددة مع أنرجي. يحق لك سحب الأرباح الأسبوعية كل شهر، وتزيد الأرباح كل سنة بنسبة 3 إلى 5%. بعد مرور عام من امتلاكك الأسهم، يحق لك بيع الأسهم على مستثمر آخر أو بيعها على الشركة برأس المال المدفوع. بعد سنة تقدر ترجع فلوسك اللي انت دفعتها. إيه الاستثمار ده اللي خول لي كمان إني كمان بعد سنة رح أقدر أرجع فلوسي اللي أنا دفعتها بعد ما ربحت أرباح خلال سنة. يعني دلوقتي حتى لو بتحط فلوسك في بنك، بيقول لك البنك تستثمرهم ممكن في خسارة وممكن في ربح، يعني ممكن ما تقدرش بعدين ترجع نفس المبلغ. بس هنا بعد سنة تقدر ترجع
الخلية بتاعك ترجعها للشركة بنفس المبلغ اللي انت اشتريته، كمان تقدر تبيعه لمستثمر ثاني بس هيكون بسعر أغلى. هنا شايفين كلكم الشهادة اللي راح تجيلكم، كل واحد فيكم هتجيله الشهادة لحد باب بيته، فيها الرقم الخلية بتاعه واسمه واللقب بتاعه، كل الإثباتات القانونية لامتلاكه للخلية في دولة رومانيا اللي ابتدأنا بيها المحطة بتاعنا. كمان تقدروا كلكم على المواقع بتاعكم تدخلوا هنا عندكم PDF بالتفصيل شرح عن الباور شير، زائد انكم تقدروا تتابعوا عدد الخلايا اللي لسه موجودة في الموقع، وبنصحكم دلوقتي كل شوية تدخلوا على الخلايا عشان هتشوفوا العداد في التنازل. كمان عندنا قلنا دلوقتي 3 محطات، الاولى المحطه الاولى اللي راح ننطلق بها الايام الجايه، وبعدها المحطه الثانيه في رومانيا، والثالثه في رومانيا، وبعدها يا ترى حتكون فين، حتبيعوا فين الكهرباء في اي دوله. تتمتع بخدمات الشركة عن طريق حصولك على بطاقة فيزا التي تمكنك من سحب مداخيلك في أي وقت أينما كنت في العالم. نعم، لما نتكلم عن الحرية المالية نتكلم بقوة عن الحرية المالية. شركتنا دلوقتي أتاحت لنا الفرصة علشان كل واحد فينا حتكون عنده فيزا عليها اسم World Energy، وده كمان بيدل عن قوة شركتنا World Energy مع شركة فيزا العالمية. تقدر تسحب فلوسك من أي صراف آلي من أي مكان بالعالم، كمان تقدر تسحب فلوسك على حسابك البنكي في بلدك. عندنا عدة طرق للربح مع شركتنا، عندنا ربح المبيعات، ربح العمولة المباشرة، ربح البريك، ربح التوازن الأسبوعي، ربح الأد كاش الشخصي والربح السنوي وعمولة الأجيال، وربح الباور شير، وربح البي ام دبليو، وربح الرحلات السنوية. عندنا الطريقة الأولى وهي ربح المبيعات. جميع الأشخاص في شبكتك من مشتركين وعملاء يستخدمون منتجات الشركة شهريا وينصحون بها الآخرين. زي ما قلنا أنه شركتنا هنا منتجات بتاعنا في الاتصالات وفي التكنولوجيا، يعني أي شخص راح يشتري أي منتج من عندك في الاتصالات أو في التكنولوجيا حتربح عليه فلوس كثيرة في شبكتك. ربح المبيعات كمان عن طريق الإيكوميرس، التجارة الإلكترونية، كلنا بنسمع دلوقتي عن الإيكوميرس وشايفين دلوقتي العالم انتقل كله إلى المبيعات اونلاين، كل الشركات دلوقتي قاعده بتفتح اونلاين، علشان زي ما عارفين انه اونلاين يعني الواحد مش هيدفع ثمن ايجار للمحل، مش هيكون عندك يعني في الناس تشتغل عندك ورواتب، يعني متاجر اونلاين كل العالم اتجه للحكايه دي. وشركتنا دلوقتي ما شاء الله مع شركتنا عندنا المتاجر الخاصه بينا، كل مشترك عنده متجر خاص بيه، والمتجر بتاعك تبيع المنتجات بتاعك في كل العالم مش بس حصريا في بلدك. ومنتجاتنا زي ما عارفين منتجات ذات التكنولوجيا عالية راقية جدا في الاتصالات، عندنا قرص شحن، عندنا في السمارت فون، عندنا التابلت، عندنا الماجيك فون، يعني منتجات كل العالم راح يطلبها في كل مكان في العالم. شبكتك في أي بلد تقدر تدخل كل البلدان وانت في بلدك قاعد وفي بيتك ومتجرك مفتوح، وشبكتك كل متجر مفتوح في شبكتك بتربح عليه فلوس كبيرة جدا. عندنا كمان ربح العمولة المباشرة، اربح مباشرة $60 مقابل كل شخص يأتي عن طريقك ويأخذ الرخصة للبدء بالعمل. كل شخص مباشر يدخل عن طريقك ماستر حتاخذ عليه عمولة مباشرة $60 على طول على الولات، على طول على الفيزا World Energy، وليس هناك عدد محدد للأشخاص الذين تستطيع إدخالهم عن طريقك. ربح البريك الخطة الثالثة، وهي خطة كبيرة جدا، خطة خيالية. هنا الخطة دي لما بنتكلم عليها بنتكلم بقوة كبيرة جدا، علشان دي هي سر النجاح في شركتنا. اكتبوا لي كلكم على تشات البريك علشان بحبها جدا الخطة دي، اكتبوا لي كلكم 32 كونكشن، اكتبوا لي بريك. علشان كده انا بقول لكم ان الخطه دي ركزوا فيها جدا، ده سر النجاح في شركتنا. الخطه دي كل واحد هيشتغل عليها بس النجاح امامه. البريك هنا بتقول لك الشركه لما تجيب 2 مباشرين، انت هنا وجبت 2 مباشرين، واحد يمين وواحد شمال، جبت خالد على يمينك ساعدته في خلال 30 يوم من الاشتراك بتاعه انه جاب 2 مباشرين، ويكون خالد طبعا ماستر، ساعدته جاب 2 ماستر، هتعمل انت اول البريك هنا
وحتاخذ هدية من الشركة 20 دولار على طول على الولد بتاعك، على طول على الفيزا بتاعك. كمان الشخص اللي على شمالك سارة ساعدتها في خلال 30 يوم من الاشتراك بتاعها انها جابت 2 مباشرين، كمان حتاخذ هدية مباشرة 20 دولار على طول على الولد بتاعك، زائد انه تقدر تعمل عدد البريك اللي انت عاوزه وتاخذ ال 20 دولار زي ما انت عاوز. يعني قلنا 2 مباشرين كل واحد فيهم اساعده خلال 30 يوم من اشتراك ويجيب 2 مباشرين، 2 مباشرين بريك يمين وبريك شمال. انا هنا حكون، قولوا لي انا هنا حكون تيم ديفلوبر، حكون تيم ديفلوبر ديفلوبر. وهنا يعني لما بتوصل الى التيم ديفلوبر انت في طريق النجاح معنا، ما فيش امامك بس النجاح انت وفريقك. وتيم ديفلوبر فرص عديده معنا، 3 بزنس سنتر حيركبك سياره بتحلم بيها عمرك كله حتعرفها بعدين، زائد انه التيم ديفلوبر حيوصلك للرتب العاليه وحيربحك ارباح ثابته عاليه جدا عليها. وكمان دلوقتي انطلقنا كلنا بالاستراتيجية الجديدة اللي تكلمنا عليها وهي استراتيجية التيم ديفلوبر في 72 ساعة. قولوا لي قاعدين بتشتغلوا عليها ولا لا؟ قولوا لي هل التيم ديفلوبر في 72 ساعة بديتوا في الشغل فيها وإلا لسه؟ علشان الخطة دي خطة رهيبة. الخطة دي أي شخص رح يشتغل على خطة التيم ديفلوبر في 72 ساعة صدقوني في خلال شهر حيوصل إلى رتبة في الشركة، في خلال شهر أعلى رتبة في الشركة. التيم ديفلوبر 72 ساعة يعني إيش؟ يعني هنا كلنا بنعرف إنه الشخص لما بيشترك اليوم الأول بيكون متحمس جدا على طول، اليوم الأول يشترك تقول له جيب 2 مباشرين، اليوم الثاني حيجيب 2 مباشرين بتاعه، وطبعا حتكون سهلة بقوة شركتنا بقوة أرباحنا بقوة منتجاتنا كل العالم حيجي. اليوم الثالث الاثنين دول حيكونوا كمان متحمسين اليوم الاول بتاعهم، كل واحد فيهم حيجيب 2 2. خلاص انت هنا تكون عملت التيم ديفلوبر بتاعك، خلال 3 ايام اتحصلت على التيم ديفلوبر بتاعك. نفس اللي عملته انت التيم ديفلوبر بتاعك في 3 ايام حيعمله خالد وفيصل وعهود وسارة ومحمد عار. وخلاص كل واحد تيم ديفلوبر تيم ديفلوبر، وهنا حتشوفوا كل الناس راح تربح فلوس كتيرة جدا. دي رؤية كبيرة جدا دلوقتي في شركتنا التيم ديفلوبر 72 ساعة اشتغلوا عليها. كل العالم الغربي دلوقتي بيشتغل عليها، في روسيا في أمريكا في فرنسا في ألمانيا في البرازيل في إسبانيا، كلهم دلوقتي شغالين على التيم ديفلوبر في 72 ساعة. كمان هنا حنتكلم عن ربح في أبطأ الحالات مع شركتنا أرباح. يعني لما بنتكلم عن مشروع الواحد فينا بيعمله مشروع بيتكلم عن أرباح بعد سنة، من بعد 10 سنوات سوري من مشروع بتاعه بس مع شركتنا، حنتكلم عن أرباح بس بعد سنة. وشدوا حيلكم هنا، الأرباح دي في أبطأ الحالات، يعني حنتكلم بعد سنة في أبطأ الحالات. يا ترى حتكون كم الأرباح بعد سنة لعثمان اللي قال انه ابتدى في التيم ديفلوبر في 72 ساعة؟ حتكون كم يا عثمان؟ ورقة وقلم الليلة واحسب ارباحك حتكون كم، ملايين الدولارات حتكون. هنا بتقول لك الشركة الشهر الاول تجيب 2 مباشرين في خلال 30 يوم في ابطأ الحالات. شركات ماستر حتكون هنا في التوازن الاسبوعي، بس في خطة واحدة التوازن الاسبوعي 60 دولار. الشهر الثاني طبعا دائما بقول لكم السطر ده شدوا حيلكم هنا في السطر ده وانتبهوا ليه جدا، علشان ده قوة هنا في السطر ده في الدوبليكيشن الاستنساخ والحساب. هنا اللي بيعرف يحسبها صح هنا ويعرف يبني شبكته هنا حينجح معانا. الشهر الثاني 4 120، الشهر الثالث 8 240، الشهر 12 بعد سنة حيكون في شبكتك 4096 شخص. أرباحك حتكون أكثر من 122 ألف دولار، 122 ألف دولار. يعني لو فضلت في الوظيفة العمر كله مش هتتحصل في المبلغ ده. ناس كتير حتقول واو 122 ألف دولار، بس خد حذركم، إحنا قلنا 122 خطة واحدة وفي أبطأ الحالات. حتكون كم الأرباح لو كانت في أسرع الحالات في التيم ديفلوبر في 72 ساعة وبكل خطة الربح؟ حيكون شيء خيالي. خذوا بالكم هنا قلنا الشبكة بعد سنة من 2 بس حتوصل 4096 شخص، 48 يمين و2048 شمال. احنا قلنا اننا اول شركة دلوقتي انطلقنا في خطة الارباح الثابتة. يعني هنا
شبكتك لما بتبنيها وتتعب عليها هتفضل عمرك كله بتاخد فلوس لشبكتك. لما هنا بنتكلم الولاء في التسويق الشبكي هنتكلم بقوة عن ولائنا لشركتنا، علشان شركتنا هتربحنا كل أسبوع كل أسبوع. يعني حتى لو أنت سبت هنا شبكتك ورحت، شركتك مش هتسيبك، شبكتك مش هتسيبك، هتفضل تديك أرباح كل أسبوع، هتخليك دايما ترجع ليها. هنا عندنا ربح التوازن الأسبوعي، احصل على عمولة $60 أسبوعية بمجرد تحقيق توازن بين شخصين، أحدهم على جهة اليمين والآخر على جهة اليسار. قلنا هنا واحد ماستر يمين 300 سي في، واحد ماستر شمال 300 سي في، 300 فئة يعني $60. قلنا ان ال 100 سي في يمين توازن مع ال 100 سي في شمال في شركتنا $20، يعني واحد ماستر يمين وواحد ماستر شمال $180، 60 مع 60 مع $60. غير انه اي شخص عندك في شبكتك، الالاف اللي حيكونوا في شبكتك كلهم راح تاخذ عليهم نقاط، سواء كانوا عن طريقك او عن طريق فريق او عن طريق السبيل اوفر، نزلوا في شبكتك عليهم نقاط، وكل توازن $100 $120. كمان عندنا هنا شركتنا هتدي لك ربح كبير جدا في المنتجات بتاعنا اسبوعيا 20% من الجهه الضعيفه هتنزل عندك ارباح. احنا قلنا انه اي مبيع بتاع سمارت فون يمين وشمال 200 نقطه، 200 نقطه $40، تابلت يمين تابلت شمال $40، ماجيك فون يمين ماجيك فون شمال $4. كل الناس راح تشحن الموبايلات بتاعها، قروض الشحن كلنا بنعرف انه قروض الشحن كل لحظة الناس هتشحن، ونقاط عديدة هتصعد عندك. غير انه عندنا السيبر فري وورلد اللي كلنا قاعدين بنشحنه في الشهر مرة، السيبر فري وورلد $30، وعلى كل سيبر فري وورلد تشحنه 15 نقطة، يعني 2048 يمين و 2048 شمال كل الشهر راح يشحنوا السيبر فري وورلد ب $30. قولوا لي، احسبوا لي، قولوا لي حيربحوا كم، حتربحوا على الشحن بتاع السوبر فري وورلد؟ قولوا لي 15 في ال 2048 يمين و15 في ال 2048 شمال حيكونوا كم راتب شهري في الشهر؟ قولوا لي بسرعه، حيكون كم راتب شهري في الاسبوع في الشهر، سوري، بسرعة احسبوا لي بسرعة. ايه ده 30,700؟ ايه ده يا عثمان، ايه ده 2048 في الخمستاشر، 2048 في الخمستاشر حيجيبوا لك كل شهر كم؟ هيجيبوا لك شهريا $6,144. واو، 38,100، ايه ده؟ لا يا جماعة، احنا قلنا 20%، دايما الشركة بتدي لك 20% من الجهة الضعيفة، يعني 2048 في الخمستاشر هتاخد منهم 20%، يعني تقريبا 6,000 وشوية دول شهريا شهريا شهريا، يعني كمان حيكون عندك راتب شهري. ورقة وقلم، احسبوا الارباح اللي حتكون عندكم، حيكون ارباح راتب بس من الشحن، الناس اللي تشحنوا، كل الناس راح تشحن علشان تتمتع بكل الارباح معانا. تشحن السوبر فري وورلد حتجي لك 800 نقطة على 800 دقيقة على سوفت سيم تتكلم بيها، و400 دقيقة على شريحة، وحيكون عندك بشهري. زائد قلنا كن المبيعات بتاعنا هتربح نقاط $40 سعر للورد ديامو، و$40 للتابلت، يعني كل العالم رح يشتري المنتجات بتاعنا علشان حيربح فلوس كتيرة، حتوصل الأرباح ل $150,000 في أسبوع. نعم، $150,000، بس شدوا حيلكم، في ناس بتحلم صحة ب $150,000 وراح تعملها $150,000، وفي ناس هتقول لك أنا عايزة بس $100 أسبوعيا. يا رب تكونوا من الناس اللي بتحلم بال $150,000، علشان هتكون سهلة جدا مع شركتنا. كمان عندنا ربح الأدكاش الشخصي، وهو ربح قوي جدا، قلنا من الأرباح الثابتة في الأدكاش عندنا
كل شخص يمين في شبكتك ماستر منزل الاد كاش، وشخص شمال ماستر منزل الاد كاش، اسبوعيا حتاخذ عليه 1 دولار كل اسبوع. اكتبوا هالي على كل ماستر 1 دولار. واو، يعني 2048 شخص يمين و2048 شخص شمال اللي قلنا عليهم بس من 2 انطلقنا بعد سنة، اسبوعيا حيكون عندك 2048 دولار في الشهر، اكثر من 8000 دولار. شيء خيالي، شيء خرافي. يا ترى لو اشتغلتوا على التفر في 72 ساعة اللي أنا بقول لكم عليها، تيب ديفلوبر في 72 ساعة، ليه ما تناموش ورقة وقلم واحسبوا التيم ديفلوبر في 72 ساعة حتعمل لك كم في شبكتك في الشهر من شخص، حتاخذ كم في الأسبوع بعدين من الأد كاش. كمان بالنسبة لكل برو 20 سنت والأفلييت اللي هو بس ب 39 دولار حتربح عليه كمان 5 سنت. يعني قليلكم زاد 1000 شخص على يمينك و1000 شخص على شمالك منزل أد كاش، أسبوعيا 1000 دولار. خلاص ضيفة يا جماعة، كلنا حنعيش الحرية، حنعيش حرية حقيقية مع شركتنا. لكل الناس اللي لسه ما نزلش الاد كاش، بسرعه نزلوا الاد كاش. الاد كاش اجباري ملزم لكل مسجل جديد ماستر ينزل وكمان ابديت ابجريد تحديث ميزاجور للاد كاش اسبوعيا، دي حاجه اكيده. تمتعوا بارباح الاد كاش، غيروا حياتكم من الخطه دي. كمان عندنا الربح السنوي هنا في نهاية كل سنة، الشركة حتدي لك 1% من مجموع أرباحك الأسبوعية المتراكمة على مدار العام. كل أسبوع الشركة حتزيدك 1% من أرباحك وحتدخلهم لك عندك في صندوق الإدخار اللي هو اسمه الماني بوكس، اللي هو موجود على الموقع بتاعك، تتابعه كل أسبوع وتشوف زيادة بعد سنة من الإشراك بتاعك. بتقول لك الشركة خذ المبلغ اللي أنا دخلته لك خلال سنة من إشراكك، وإن شاء الله يا رب دلوقتي كلكم صناديق الإدخار بتاعكم قاعدين بتتابعوها كل أسبوع وتشوفوها في زيادة وزيادة. عمولة الأجيال وهي كمان خطة قوية جدا، الخطة دي بحبها جدا. هنا عمولة الأجيال تمنحك الشركة أيضا عمولة إضافية كبيرة جدا، وهي عمولة الأجيال، بحيث يحق للمشترك الاستفادة بنسبة تتراوح من 10 إلى 30% من مدخول المباشرين له، و5% حتى الجيل السابع بحسب تقدمه في التصنيف الأسبوعي للشركة. عندنا في الشركة عدة رنكات انطلاقة من رتبة البرونز إلى غاية أقوى رتبة في الشركة عندنا البريزيدنت مليونير، وعلى كل رتبة حتوصلها الشركة كمان حتدي لك زيادة أرباح. لكل برونز وسيلفر حتدي لك الشركة 10% زيادة من أرباح المباشرين بتاعك. جولد ستار 1 2 3 بلاتينيوم 10% من أرباح المباشرين، و5% من الجيل الثاني وهو مباشر المباشرين. ديامو وايت ديامو بلو ديامو بلاك ديامو 10% من أرباح المباشرين، و5% الجيل الثاني، و5% الجيل الثالث. علشان الشركة هنا بتخليك تتماسك مع شبكتك وتتواصل مع شبكتك اللي قاعد كمان بتربح عليها فلوس. البريزيدنت جولد 15% من أرباح المباشرين، و5% للجيل الرابع، والبريزيدنت بلاتينيوم 20% من أرباح المباشرين، و5% للجيل الرابع، والبريزيدنت ديامون 25% من أرباح المباشرين، و5% للجيل والبريزيدنت مليونير 30% من أرباح المباشرين، و5% إلى الجيل السابع. عارفين كلنا أنه في التسويق الشبكي لو في النظام البينري، لو ما فيش توازن ما فيش أرباح، بس في شركتنا حتى لو ما فيش توازن في أرباح، علشان الشركة هنا بتقول الرتب دي، حافظ على الرتب دي، حافظوا على الرتب بتاعكم، وبالأخص الرتب العالية. لما تحافظ عليها حتفضل دايما حتى لو ما فيش توازن في شبكتك، حتاخذ نسب عالية جدا إلى غاية الجيل السابع. قلنا في البريزيدنت مليونير، يا رب كلكم توصلوا إلى رتبة البريزيدنت مليونير اللي أنا متأكدة إن شاء الله اللي رح ناس كتيرة توصلها، وأوعدكم بصناعة بريزيدنت ديامو مليونير معانا في شركتنا إن شاء الله. رجعنا للربح الباور شير اللي هو بس حيكون حصريا على الأعضاء المشتركين معانا في الطاقة المتجددة. الأرباح للمشترك يعني هنا حتكون حتى لو ما عندكش شبكة، حتى لو ما جبتش ناس، حتكون معانا مستثمر في الطاقة المتجددة. الأرباح للمشترك حتكون خلال السنة من بين 15 إلى 20% من رأس المال المدفوع مقسمة كأرباح أسبوعية، يحق لك سحب الأرباح الأسبوعية كل شهر وتزيد أرباح كل سنة بنسبة 3 إلى 5%. التيم ديفلوبر، قلنا التيم ديفلوبر الشركة حتديله كمان هدية بي ام دبليو. هنا بتقول لك الشركة
احصل على رتبة الديمو 10,000 نقطة وحافظ عليها 4 أسابيع وتكون طبعا ديفلوبر، الشركة هنا على طول حتدي لك كل شهر $1,000 من سعر السيارة اللي انت اخذتها، $1,000 كل شهر على سعر سيارة البي ام دبليو، وان شاء الله يا رب نشوف سيارات كثيرة عندكم في العالم العربي بي ام دبليو. وفي ناس دلوقتي كمان من صغرها بتحلم باللامبورجيني والفراري والبنتلي والميزراتي، كمان بتقول لك الشركة هنا أوصل إلى البريزيدنت ديما، حافظ عليها يا تيم ديفلوبر 4 أسابيع، الشركة راح تخصم لك شهرياً $4,000. قولوا لي، هل الشركات اللي أنتم شغالين فيها في الوظيفة من الصبح من الساعة 8 إلى الساعة 6 وشغالين فيها العمر، هل الشركات دي بتدلكم زي كده فرص تركبوا سيارات أفخر السيارات في العالم؟ قولوا لي، هل قاعدة الشركات دي لعمركم كله رايح، وقتكم كله، جهدكم رايح في الشغل معاها، هل ادت لكم الفرص انكم تركبوا سيارات بيركبها أغنياء العالم ولا لا؟ قولوا لي، قولوا لي، لو شركتكم بتعمل كده حنغير، انا حروح للوظيفة معاكم. قولوا لي طبعا لا يا محمد، مستحيل، ما فيش ولا اي شركة ولا وظيفة يا زادة حتعمل لك الفرصة اللي عملتها لك شركتك وورلتي ام ان واو يا جلوبال موبايل نتورك. شكرا للسيد فابيو جالدي، يا رب يا رب سيارات كثيرة كنتم بتحلموا بيها حتركبوها، انا متأكدة حتركبوها في بلدكم إن شاء الله يا رب. كمان مع شركتنا بنحلم نسافر، حنسافر مع شركتنا. كمان شركتكم بتعمل لكم رحلات سنوية، 6 رحلات في السنة وعلى حسابها، 6 رحلات بلاش على حساب الشركة، رحلات أنية، حتشوفوا العالم، حتلفوا العالم، حتعيشوا توب ستار معانا في أقوى الرحلات، رحلات زي ما شفتوا في اللايف ستايل، رحلات كانت إلى عدة دول، إلى سنغافورة، إلى بنما، وكانت الأخيرة إلى روسيا، رحلة أحلام كنا موجودين فيها، كان معايا فريقي من الكويت ومن لبنان ومن مصر ومن السعودية، كنا موجودين في موسكو، أوتيل 7 ستار سويت، مرسيدس آخر موديل مع سائق، مع أفخر المطاعم، مع مقابلة واستقبال من السيد فابيو جالدي، مع أقوى توب ليدر في العالم، خيال خيال حتشوفوا معانا إن شاء الله، حتعيشوا ولا في الأحلام، شدوا حيلكم للرحلة الجاية إن شاء الله اللي حتكون على البرازيل، لننطلق معا إلى البرازيل بقوة. احصل على رتبة الديامو خلال 3 أسابيع من دلوقتي، اللي راح يعمل الديامو خلال 3 أسابيع أو يعمل وايت ديامو أو بلو ديامو خلال أسبوعين أو بلاك ديامو خلال أسبوع أو أكثر، حيحجز مقعده معانا في البرازيل، حيكون معانا في أفخم فنادق في البرازيل. شدوا حيلكم، البرازيل منتظراكم يا عرب، حيكون حدث كبير جدا في البرازيل، لا تفوتوا الفرصة دي من دلوقتي، هيئوا أنفسكم وهيئوا فرقكم، أنا عايزاكم أنتم وفرقكم تكونوا موجودين هيك في البرازيل، وتكونوا بقوة كبيرة جدا، وتكونوا بريزيدنت ديما علشان نوري العالم مين العالم العربي. وزي ما عارفين دلوقتي نظرة جديدة في التسويق الشبكي للعالم العربي، دلوقتي الحمد لله حنكونوا وحنرجع القادة في العالم. كمان زي ما عارفين انه السيد فابيو جالدي حيكون 18 و19 ماي حيكون في دولة الامارات، حيكون في دبي، رؤية جديدة للعالم العربي، شدوا حيلكم. اللي عايز كمان يكون معانا مع كلاب مليونير يوصل الى رتبة البريزيدنت ديما الى غاية 14 ماي. قلنا السر هو التيم ديفلوبر في 72 ساعة، اللي راح ينطلق من الليلة في التيم ديفلوبر في 72 ساعة أوعده حيوصل إلى البريزيدنت ديمو يوم 14 ماي، وحيكون معانا، حيحضر معانا أول إيفنت حنفتحه في الكلاب مليونير، لا تفوتوا الفرصة دي، لا تخلوا الغرب يجي هو على دبي، شدوا حيلكم، حتشوفوا في اللايف ستايل صعود لليدرات من العالم بريزيدنت ديمو، شدوا حيلكم يا عرب، عايزين نشوف العرب في القائمة الأولى وحنشوفهم.
أنا متأكدة حتكون مصر، حتكون السودان، حتكون الكويت، حتكون السعودية، حتكون اليمن، حتكون لبنان، حتكون العراق، حتكون البحرين، حتكون تونس، حتكون الجزائر، حتكون المغرب، حتكونوا كلكم في المراتب الأولى، علشان الشركة دي اسمها شركة النجاح. شركة النجاح، ما فيش ولا واحد حينضم لينا مش حينجح معانا إن شاء الله يا رب. شايفين كمان شركتنا؟ بتقوم الشركة بالأدوات اللازمة للعمل ضمن إطار التجارة الإلكترونية التي تسمح لك بمواكبة التكنولوجيا الحديثة. موقع إلكتروني خاص بك، نظام عمل متكامل مع الأدوات اللازمة للتدريب، موقع للتجارة الإلكترونية، قاعة عرض خاصة بالشركة مع خدمات متقدمة في الصورة زي القاعة اللي إحنا موجودين فيها واللي قلنا حنملاها بالألوفات، القاعة اللي بتخليك تنتشر وتشتغل وإنت في بيتك. كنا بنسمع إنه التسويق الشبكي بيوصلنا للحرية المالية مع راحتنا، يعني بنكون مرتاحين في بلداننا، كمان في بيوتنا واحنا بنشتغل. زي ما دلوقتي القاعه قاعدين كل الدول العربيه موجوده معانا هنا في القاعه، كل واحد قاعد في بيته وبيسمع برزنتيشن ويتيح الفرصه علشان تدخل هنا. ناس كتيره قاعده دلوقتي على الفيسبوك بتستنى في فرص، ناس بتستنى في فرص. انشروا قاعتكم، جيبوا الناس هنا وكلها حتكون سيناب، حتكون سيناب. كل الناس اللي حتدخل في قاعة العرب هنا حتكون سيناب، وشفتوا حتى مش عرب كانوا سيناب. لسه دولة رومانيا سجلت معانا من القاعة دي، حيكون كل العالم معاكم إن شاء الله يا رب. في ناس كتيرة دلوقتي حتسأل كم الاشتراك، بل كل اللي دخلوا معانا اليوم وسمعوا الفرصة لأول مرة حيقولوا بكم الاشتراك، حيقولوا اشتراككم حيكون غالي، يعني استثمار، تكنولوجيا، إعلانات، اتصالات، أرباح ثابتة، أرباح خيالية، رحلات BMW، حيكون غالي السعر، بس نقولوا له إن سعرنا خيالي. فرصة، لما نقول فرصة، فرصة 639 دولار حتغير لك حياتك. نعم حتغير لك حياتك، غيرت حياتي وغيرت حياة ناس كتيرة معايا. 639 دولار هو اشتراك الماستر، حيكون عندك هدية من الشركة كمان 10 فوتشرات بقيمة 39 دولار، 390 دولار حيكونوا موجودين في موقعك يا ماستر. تدفع 639 حتلاقي 390 دولار، أكثر من نصف المبلغ اللي أنت دفعته. كمان حيكون عندك بطاقة السحب الآلي اللي حتخول لك تسحب كل أرباحك كان في العالم، وانت بتلف العالم وانت معانا في البرازيل بالفيزا بتاعك حتسحب أرباحك. كمان 12 شهر من الاشتراك في قاعة العرض الإلكترونية اللي راح تساعدك في الشغل أكثر، منتج الأد كاش اللي حيجيب لك الكاش اللي حيربحك أرباح ثابتة خيالية حيكون عندك، منتج السيبر في الوورد 400 اللي حتتكلم ب 400 دقيقة على الشريحة و 800 دقيقة على السوفت تيم، وانتظروا كمان الحدث اللي حيكون هنا مع الماجيك فون، انتظروا مفاجأة حتهز العالم. حيكون عندك مجانا الشهر الأول منتج 10 دولار هدية أرتاين، ثلاثة مراكز عمل لمضاعفة الربح، ملف أدوات العمل حيصلك إلى حد باب بيتك، وإن شاء الله الأيام دي حنبدأ بإرسال كل الماستر كيت لكل أعضائنا في كل العالم. كمان لكل ماستر هدية 200 جولدن بوند، 200 نقطة ذهبية، نقاط ذهبية حتربحك علشان حتشتري بيها المنتجات بتاعنا، حتخصم لك، حتكون بونس عندك علشان تخصم لك من المنتجات اللي راح تستعملها وتشتريها من موقعك، وحتشوفوا منتجات كبيرة خيالية جاية لكم. زي ما قال السيد فابيو جالدي، هدفي في كل متجر أونلاين موجود عندي عضو من أعضائي في العالم حيكون أكثر من 8000 منتج. الشركة عندها رؤية كبيرة للعالم، شدوا حذركم، شيء خطير منتظركم، كل العالم حيكون هنا. لما نقبل هنا، نعم بقوة المستقبل هنا. يا بخته يا حظه اللي اشترك،
وكمان يا بخته اللي سمع الفرصة اليوم وحيشتغل.